أقدم على قتل كل أفراد عائلته للأسف الشديد. يعني هو منتمي إلى تنظيم القاعدة سابقا. والله العظيم كلها كذابة. ليش تهمون أخوي؟ يذبحون ويتهمون. ما أدري تكتبون علي أرهاب. تهم أرهاب مخدرات. ولا هيك. من سجن نهجر ولدنا كله بالسجون كله يعني مقيبة. شنو ذنب ابن عمي؟ جهازك كله راحت ولدنا كله راحت. الله ولك الأكبر يا رب. أريد ذنب بنتي. شو مسوية بنتي؟ ليش مسوية بنتي؟ بنتي شو مسوية بنتي؟ احلموا غلا. انتم من صنع القيمه وحياه وكرامه العراقيين. شوف الطفل شنو ذنبه.